مسلسل أمينة حاف ملخص أحداث الحلقة التانية اللي بتبدأ بمنيرة قاعدة بتتفرج على التلفزيون، وبدر بيدخل وبيلاقيها بالشكل ده بيروح ينام وبيسيبها. بالنسبة لشريفة فبتاخد أمينة وبنتها حنين للدكتور. أما بالنسبة لفارس اللي بيروح وبيلاقي هوشة كبيرة جدا بين أولاده وبين حريمه، بيتخانق معاهم وبيسيب لهم البيت. ونلاقي بعد كده فارس بيتصل بشو وبيقول لها انا جايلك دلوقتي. ام عبدالله بتدخل عليه وبتشوفه عمال بيصلح وبيشتغل وبيقول لها انا بعرف اعمل كل حاجه وبصلح كل حاجه. بتقول له مش عايز تتجوز، ما بتفكرش انك انت تبقى متجوز واحده ومعاك ست، لكن طبعا بيغير الموضوع بتاع الجواز. بنلاقي بعد كده بتفتكر طبعا ام عبدالله كلامها مع ام حصة وبتقول لها على ابنها وانها عايزة تجوز ابنها عبود لحصة بنتها، وطبعا وافقت على طول وقالت لها اسأل عليك وليه عيب برضو انا اجيبها لك بشطة هدومها. بتتكلم مع ابنها وبتقول له خد الورقة دي عشان تروح الدوام بكرة. اما بدر فبيصحى من النوم وهو يعني بيلاقي مراته عمالة بتعطس وبتعمل ازعاج وبيتضايق وبيسيب لها الاوضة وبيمشي. بالنسبة لحسن بيتصل بطليقته امينة وبيقول لها ان هي لازم تمشي اليومين دول، تروح في اي مكان وتروح عند امها لان الموضوع خطير، وبتقول له انت فينك وعامل ايه بسرعه وايه اللي مسويه، لكن بيقول لها مالكيش دعوه بيا ومسحي رقمي. اما بالنسبه لبدر فبيسيب منيره وبيطلع يقعد بره. بتقول له في ايه بالظبط، انت قاعد لوحدك ليه، ما بقتش طايقني، اوعى تكون متجوز عليا. بيقول لها سيبيني بقى قاعد في راحه سر شويه يا شيخه، وبيسيب لها البيت وبيمشي. اول ما بتشوفه طالع على بره بتلبس العبايه بتاعتها وبتطلع هي كمان، بتاخد عربيتها وبتاخد بعضها وبتروح لامها. امها وحصة بيصحوا على ازعاج وحد بيخبط عليهم، بيروحوا بيبصوا يلاقوا منيرة على الباب وعمالة بتخبط جامد وسمعت الجيران بيهم. وطبعا الام بتقولها ايه اللي جابك، عاملة ايه مع جوزك، انت تكون متهوشة معاه، جوزك ده دهبة، روحي روحي بيتك. لكن بتقولها سيبوني انا جاية رايق اعصابي شوية، ما حدش يتكلم معايا، بيقولوا لها انت فرجت عليك الناس، وعمالة بترزعي وتخبطي الباب. بتقول لهم سيبوني انا واصلة معايا لهنين، فعلشان كده سيبوني في حالي. بنلاقي بعد كده طبعا فارس موجود عند مراته الثالثه اللي هي شوق ومبسوط جدا وبتديله ورد وفرحان ان هو معاها. اما بالنسبه لشمايل فمتضايقه جدا ان جوزها فارس مش معاها والنهارده يومها. بتيجي رؤيه وبتضحك معاها وبتهزر وبتقول لها سابك ومشي. بعد كده طبعا بتبقى متضايقه جدا شمايل، لكن رؤيه بتقولها على خبر بيخليها بتبقى متضايقه اكتر، وبتقول لها انها حامل وان شاء الله تبقى حامل في بنت، بتضايق طبعا. اما بالنسبه لمنيره اختها حصه بتحاول تقومها من النوم، بتقول لها ايه اللي حصل بينك وبين جوزك احكي لي. قالت لها هو اتصل بيكي وحكى لك؟ قالت لها لا ما حكاليش اي حاجه، انا عايزه اسمع منك انت، جوزك ده راجل كويس، ايه اللي حصل؟ بتقول لها سيبيني انا ما بقتش طايقه، امك اللي جوزتني ليه. بدر مبسوط جدا ان مراته مش موجوده وعمال بيرش كده على السرير معطر عشان ينام. اما بالنسبه لعبود فامه جايه بتتكلم معاه وبتقول له هتعمل ايه في موضوع الدوام، بيقول لها هروح بكره، ومبسوط جدا ان هو هيروح. شمايل عماله بتقول ان هي اكيد الحب بتاع فارس. اما بالنسبه لرؤيه بتقول اكيد هو مش هينساني وانا الحب الاول. فارس موجود مع مراته الثالثه اللي اسمها شوق، وشوق عماله بتقول اما خليتك تطلق مراتك ما بقاش انا. بالنسبه لي اوس بيتكلم مع امه وبتقوله انت السبب، ابوك بات بره البيت وفي اليوم كمان بتاعي، وانها متضايقه منه جدا. فبتيجي رؤيه وبتتكلم معاها وبتقولها انت ازاي كده مبرضاها، وازاي مش بتسالي على جوزك، وازاي بات بره عادي. قالت لها عادي جدا يعمل اللي هو عايزه، وطبعا هي مداريه على شمايل ان هي اللي اتجوزته بنفسها لزوجته الثالثه اللي اسمها شو، وطبعا هي بتحب تعمل الحاجات دي عشان خاطر شرع ربنا وعشان خاطر ما يتجوزت من وراها، وطبعا كل ده مخبياها على شمايل وما قالتلهاش على حاجه. بالنسبه لفارس مبسوط جدا ان هو مع شو، وشو عماله بتقول له انا هعرف ازاي ادخل البيت وحوري حريمك دول. بالنسبه لامينه بتحضر الفطار لبنتها وبتقول لها روحي المدرسه بتاعتك وكلي كل اكلك، وبتوصيها على نفسها وبتخرجها للمدرسه، في حين ان كان في حد مستني بره مستني تكون امينه لوحدها. منيره بتصحى تاني يوم عايزه تاكل، لكن امها بتقول لها مفيش اكل وقافله عليها الثلاجه، وبتقول لها روحي لجوزك. قالت لها حرام عليكي انا عايزه اكل. قالت لها مفيش اكل، روحي لجوزك، انت اصلا محدش يستحملك. بالنسبه لام عبود فواخداها على الشغل وبتعرفه على زميلته الجديده اللي اسمها زينب وبتوصيه عليه وبتقول لها خدي بالك منه. اما بالنسبه لامينه فبتوصل بنتها للمدرسه وبتوصيها على نفسها وبتقول لها خدي بالك على نفسك وما تكلميش اي حد غريب. لكن مره واحده بتضرب الجرس فتفكر بنتها جات، لكن بتلاقي اتنين بيضربوها وبيمسكوا السلاح وبيقولوا لها اياكي تعملي صوت عشان ما نقتلكيش. بتخلص الحلقه الثانيه على كده، وده كان ملخص لاحداث الحلقه الثانيه من مسلسل امينه حاف. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. لو عايزين باقي الحلقات اكتبوا لي في التعليقات، واشوفكوا على خير. باي باي.